أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نغوص شوية في الجوانب الفنية والتحليلية الخاصة بمباراة اليوم قبل انطلاقها، وأبرز ما يميز فريق كايزر تشيفز ونقاط الضعف كمان اللي عنده. فعلشان كده خلينا سريعا نروح عبر سكايب مع محمود سليم، محلل الأداء وأحد أبرز اللي بيحللوا كورة بصراحة، واحد بيعرف يحلل الأداء بشكل جيد جدا بالنسبه لمختلف الفرق وبتحديد كمان للنادي الأهلي. يا محمود مساء الخير. مساء الفل يا أمير، وتحياتي ليك وشكرا على الكلام الجميل ده. اهلا بيك يا محمود، انت منورنا النهارده من خلال برنامج الترند وشاشه قناه النادي الأهلي، لكن بتحديد عايز اتكلم معاك عن مباراه اليوم. كيف ترى هذه المباراه وكيف تقيم فريق كايزر تشيفز اللي هيقابل النهارده النادي الأهلي في النهائي يا محمود؟ طبعا مباراة مصيرية 90 دقيقة بس تحدد فيها بطل أفريقيا، فدي صعوبة كبيرة جدا جدا إن هي في 90 دقيقة ما تعرفش ظروف المباراة تبقى عاملة إزاي. طبعا أنا ضد جدا نغمة إنه فريق سهل، بالعكس الفريق ده يعني تقدر توصفه بلغة الكرة بإنه فريق رخم، ما تعرفلوش يعني ملوش شكل ثابت، وبيغير في اللعيبة كتير، حتى في حارس المرمى غير الثلاث حراس، بيلعب بكذا طريقة لعب مختلفة، بيدافع وبيلعب على التحولات، طريقة لعبه فعلا بلغة الكرة فعلا فريق رخم، فلازم نعمل حسابه كويس جدا، نركز كويس جدا. الأخطاء النهاردة يعني نسبة 0%، ما فيش أخطاء إن شاء الله، إن شاء الله. نكون مركزين ونكون داخلين المباراة كأننا بنلعب فعلا مواجهة ضد كأنه بطل أفريقيا. ما ينفعش نبص لكايزر تشيفز إن هو في وسط جدول أو لا، لازم نحط الفريق ده في وضعه الطبيعي، وصل نهائي افريقيا يبقى فريق كبير، ولازم نحترم احترام كبير جدا علشان نقدر نكسبه ان شاء الله باذن الله. يا رب باذن الله. طيب انا هتكلم معاك على ابرز النقاط اللي بتميز فريق كايزر تشيفز، بس قبل ما ابتدي بكايزر تشيفز عايز اسالك على تشكيل النادي الاهلي وبالتحديد على وسط ملعب النادي الاهلي. يعني ممكن يكون كلنا متفقين ان عمرو السوليه موجود، لكن الاختلاف ما بين ديانج ولا حمدي فتحي اللي يبتدي جنب عمرو السوليه، انت في رايك شايف ايه ومين الاقرب يعني؟ ومين برضو خلينا الافضل نتفق كمان من وجهه نظرك في مباراه اليوم ان هو يكون جنب عمرو السوليه لو هو اللي هيبتدي اساسي مثلا؟ بالظبط، خلينا نتفق برضو ان هي حيره كويسه جدا المدير طبعا الفني. انت طبعا عندك ثلاثه من افضل، او يمكن هم افضل وسط ملعب في افريقيا كلها مش في مصر بس، عندك ثلاثه مختلفين، عندك ديانج روح وجري وتغطيه مساحات في مساحات كبيره جدا في الملعب، عندك حمدي فتحي اللي هو بيقدر يقطع الراجل اللي بيقدر يقف يغطي مربعات معينه في الملعب، اللي عنده ذكاء تكتيكي اللي تقدر تطلب منه ادوار، يقف فين قلبين الدفاع، يلعب مدافع ثالث او يلعب نص ملعب مدافع او يتقدم ويكمل في ال 18، عندك عمرو السوليه الراجل اللي بيقدر يغذي المهاجمين بالتمريرات بالظبط. وعنده رؤيه للملعب وبيقدر يلعب تمريرات في ظهر الدفاع بشكل مش طبيعي ما شاء الله. عمرو السوليه الفتره الاخيره يمكن من افضل لعيبه الوسط في مصر او يمكن افضلهم كمان، بالظبط. خصوصا في مركز رقم 8 يعني. فانت بتتكلم في حيره جميله جدا، لكن لو بصينا للارقام، وده اهم حاجه بالنسبه لي في الجزئيه دي، تمام. انه فرقه كايزر تشيفز بيلعبوا كتير جدا كرات طوليه على المهاجم بتاعهم الراجل الصربي سمير نوركوفيتش رقم 9، فالراجل ده بيكسب التحامات بنسبه بتوصل ل 50%، التحامات هوائيه، فالراجل ده مميز جدا. محتاجين لاعب وسط ملعب يحمينا في الالتحامات الهوائيه دي، مع اللاعب ده يكون افضل لاعب فيهم في الالتحامات الهوائيه. وبالارقام معانا المقارنه بين الثلاثه، انه حمدي فتحي راجل بيعمل معدل ثلاث التحامات في المباراه التحامات هوائيه، بعكس ديانج اللي بيعمل واحده بس، والسوليه اللي بيعمل 1.3، فاللي هو برده قريب من ديانج لكن حمدي ثلاث اضعافهم، بالاضافه ان هو كمان بيتقنها يعني بيكسب التحامات الهوائيه بنسبه بتعدي 80%، فهو مميز جدا في الموضوع ده، ويقدر كويس. يعمل لك حمايه لخط الدفاع، ويقدر هو اللي يلتحم مع المهاجم ده، ويفضل الاربع مدافعين ثابتين وراه بشكل مميز في مراكزهم، محدش يخرج من مكانه وراه، فيبقى عندنا مشكله او مساحه ظهرت او يعني ثغره احنا قدامنا ظهرت على الشاشه اهو يا محمود خط دفاعنا. الاحصائيات بتاعت الثلاثي ديانج بالظبط والسوليه بالظبط وحمدي. اتفضل. بالظبط، اخر سطرين بالظبط اللي هي الالتحامات الهوائيه بتوضح، الاولى دي بتوضح اللي هي العدد او المعدل في المباراه، والثانيه اللي هي الدقه. حمدي فتحي واضح طبعا تفوق عليهم الاثنين، وفعلا يعني نقطة مهمة جدا جدا، واعتقد طبعا مستر بيتس موسيماني بيعتمد على ارقامه وعلى التحليل بشكل كبير جدا، فطبعا عنده الكلام ده وعارف الجزئية دي وشغال عليها وبيمرن اللعيبة عليها، ووضحت كمان في ماتش المقاولين وفي ماتش المقاصة، استخدم حمدي فتحي في الالتحامات الهوائية وكان بيثبت الاربع مدافعين وراه، وكانت ظهرت في اكتر من حالة في المباراة، فدي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا كرقم واحد
اختيار حمدي فتحي مع عمرو السوليه افضليه على ديانج، مش لانه افضل في المطلق او لا، هو مناسب للمباراه دي، للمباراه مناسب دي لطريقه اللعب بامكانيات المباراة الفريق دي. ده بالمهاجم بالظبط تحديدا كمان بتاع كايزر تشيفز. يعني انت كده بالظبط بترجح السوليه وحمدي فتحي في نص الملعب، ده الافضل. بالظبط تمام. بالظبط. ابرز بقى ما يميز فريق كايزر تشيفز في جميع الجوانب، يعني الفريق ده نخاف منه في ايه بالظبط؟ ايه اللي المفروض الاهلي يكون عامل حسابه يتعامل معاه في مميزات فريق كايزر تشيفز من وجهة نظرك؟ طيب خلينا في الاول نبدا باول حاجه بيبداوا بيها، يعني لو معانا من الصور برضو هتكون توضح الصوره على للناس رضا بشكل حالك افضل. دي. صور من 6 و7 بتوضح الفريق ده وهو بيعمل ضربه البدايه بيعملها ازاي، يعني ضربه البدايه بيقدر يستغلها ان هو عايز يتفوق عليك نفسيا ويتفوق عليك بدنيا، انه في 5 لعيبه بيجروا في نص ملعبك مره واحده والكره بتتلعب لحد من ثلاثي الدفاع وبيلعب الكره طويله هناك وعايز ياخد الكره الثانيه عند منطقه جزاك، ياخد فاول، ياخد اوت، عايز يسيطر على المباراه من اول دقيقه. فدي مهم جدا جدا لعيبه الاهلي ان احنا نكون من اول لحظه في المباراه ناخد الكره الصورة الاولى مش قدامنا اهي الثانيه بس. بالظبط. بالظبط ناخد الكره الاولى مش الثانيه بس، نركز ان احنا ناخد الكره الاولى وناخد الكره الثانيه ونتفوق في كل الالتحامات، وقتها هنقدر في اول ربع ساعه ان احنا نركبهم نفسيا بلغه الكوره، ونقدر ان شاء الله لو سجلنا هدف هيسهل علينا المباراه كتير جدا جدا جدا، يعني زي ما واضح قدامك دي في المباراه الاولى، وفي المباراه بالظبط. الثانيه برضو عمل نفس الفكره على طول، بيستنطروا ويرجعوها للمدافع وبيجروا 5 وعايز ياخد كره ثانيه عندك، عايز نفسيا هو عايز يركبك. في مدربين خصوصا في شرق اوروبا بيعتمدوا على الفكره دي يبقى ان هم المبادرة عايز عنده يعني. بالظبط بالظبط عايز اللعب يكون عندك في نص ملعبك والمبادره تكون عنده وهو يبقى راكب المباراه من اولها. فدي حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. النقطه الثانيه ان احنا في الصور اللي بعد كده برضو بنشوف شكل الفريق وهو بيبني اللعب هجوميا، بيبقى شكلهم 3 4 2 1، شكلهم طبيعي جدا، ما بيقدروا ما بيحبوش يطلعوا بالكره من تحت، بيلعبوا كرات طويله اكتر بكتير سواء للمهاجم او للجناحين اللي بيلعبوا تحته، بيتحركوا بشكل كويس جدا في ظهر الدفاع، لكن مش هتشكل علينا خطوره لو قدرنا نضغط بشكل عالي من البدايه، مش تمام. هتشكل علينا خطوره خالص ومش هيقدروا يتقنوا الكرات الطوليه دي. طيب اخيرا يا محمود، عايز اخد توقعاتك لنتيجه المباراه والاسلوب الانسب للنادي الاهلي في مواجهه كايزر تشيفز النهارده، لان البعض ممكن يكون بيتجه لفكره انك تلعب بثلاثه في نص الملعب، لان انت بالنسبه لك الفريق ده مبهم شويه، ما تعرفش هو كويس ولا وحش بسبب نتائجه يعني. والبعض يقول لك لا، العب باسلوب لعبك وبتشكيلك الطبيعي جدا، 2 في نص الملعب، يعني 4-2-3-1. الافضل ايه بالنسبه للنادي الاهلي وتوقعاتك لنتيجه المباراه من وجهه نظرك؟ ممتاز. خلينا نتفق يا امير ان احنا ممكن نبدا باثنين في نص الملعب، وحمدي فتحي واحنا معانا الكوره حمدي فتحي بينزل بين قلبين الدفاع عادي، بتتحول لثلاثه وقفشه بينزل جنب السوليه، بحيث ان انت كانك بتلعب بثلاثه عادي مش اثنين، فانت تقدر عندك مرونه تكتيكيه، عندك كويس. لعيبه مميزه، عندك لعيبه عندها وعي تكتيكي كبير جدا، عندهم خبرات الفتره الاخيره اكتسبوها بشكل كبير جدا، فانت تقدر تنوع بين الخطط جوه الملعب، مش محتاج من البدايه ان انت تغير بشكل كبير، يعني تقدر جوه الملعب من 4 2 3 1 تلعبها 4 3 3 او تلعبها 3 4 3، حتى ترجع قفشه جنب السوليه يبقى نص ملعب وحمدي يبقى مدافع ثالث لو عايز، يعني عندك لعيبه فعلا، لعيبه الاهلي والقماشه اللي موجوده دلوقتي كواليتي يقدر يأدي لك باكتر من طريقه او اكتر من شكل في الملعب. الاهم بالظبط. ان احنا نعرف او كل لاعب يكون عارف تعليمات او دوره اللي موسيماني عاوزه ينفذه ايه ويبتدي يطبقه، زي ما شفنا في مواجهتين الترجي او في مواجهه سان داونز كان في افكار مختلفه وكان في ادوار مختلفه للعيبه سواء رامي ربيعه او حمدي فتحي، وشفنا اللعيبه ادتها بامتياز بشكل عامل ازاي. فهو انت معاك لعيبه فعلا كواليتي عالي جدا ومعاك مدرب عنده افكار وبيدرس المنافسين كويس جدا، فتقدر ان شاء الله تختار الطريقه الانسب اللي ان شاء الله تنجح ضد كايزر تشيفز. انا اهم حاجه نقطه بالنسبه لي بس الصبر، وان احنا ما نستعجلش حتى لو ما سجلناش كويس. في اول ربع ساعه، ما فيش مجازفه بدري لانه المباراه 90 دقيقه بس، ما عندناش وقت ان احنا نعوض لو استقبلنا هدف لا قدر الله، فما نجازفش بدري، ما نفتحش خطوطنا بدري ونصبر، وان شاء الله باذن الله هم هيقعوا في بإذن اخطاء الله ونقدر يا نستغلها رب باذن الله ان شاء يا الله. رب. أنا بشكرك يا محمود، شكرا جزيلا. محمود سليم، محلل الأداء، واحد من الناس اللي بتعرف تحلل الكرة حلوة قوي بصراحة، وواحد من الشباب اللي يفرح في الحقيقة. بنشكره شكرا جزيلا، كان معانا عبر سكايب واتكلمنا في جوانب تحليلية كتيرة جدا تتعلق بمباراة اليوم. طيب خليني أقول لكم إن ترند رقم واحد النهاردة وخلال الساعات الحالية هو ترند أو هاشتاج العشرة ممكن، بإذن الله ممكن وممكن جدا كمان، وإن شاء الله الأهلي يفرحنا النهاردة ويفرح كل جمهوره. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا.
القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكورة جول، القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية